في ذكرى يوم الأرض الإغاثي الزراعي تنظم هذا العمل التطوعي لزراعة الأشجار بدعم من التعاون، رسالة لتعزيز صمود المزارع الفلسطيني في أرضه. هذه الحملة هي جزء من حملة كبيرة حتى نهاية هذا العام من التعاون، عبارة عن 20,000 غرز زيتون، بالإضافة لتسييج 500 دنم زراعي، بالإضافة إلى 100 بير، وهو استمرار لنشاطات الإغاثة الزراعية على مدار السنوات الماضية. الإغاثة الزراعية حتى الآن زرعت حوالي 2 مليون شجرة وتستمر في المليون الثالث، قامت باستصلاح 100,000 دلم من الأراضي الزراعية المهددة بالمصادرة وجانب المستوطنات، وشقت حوالي 3500 كيلو متر طرق زراعي. كل هذه البرامج لتعزيز صمود المزارع في أرضه وزيادة الإنتاجية لصالح المزارع الفلسطيني. الزيتون عشان هذا دليل إحنا بنحكي باقونا كشجر الزيتون، يعني أصولنا الزيتون آلاف السنين عمره، والشعب الفلسطيني صموده ووجوده بهاي الأرض من آلاف السنين، وهذا تعبير على صمودنا ووقفتنا مع أهالينا ضد مصادرة الأراضي، ضد الاحتلال الإسرائيلي. وإحنا موجودين جميع يعني كممثلين عن المؤسسات الأهلية والحكومية والغير حكومية لحتى نتضامن وتواجدنا نثبت وجودنا بأرضنا. أتمنى أن يكون هذا الحراك دائما في هذه الأرض، ونحن عليها صامدون وسنبقى عليها صامدون، أحياء أو مماتا نحن فيها صامدون، حتى لو دفنونا في هذه الأرض نحن صامدون. الاعتداءات هي مستمرة ويومية، هاي أنا جاي من عندهم هذول محضرين مش ماريفول وجيش وواقفين لنا، ما خلوش يعني زيتون ولا خلوا أراضي ولا خلونا حتى ندخل إلى الأرض هذه. بس احنا يعني مهما عملوا مهما يعني ضايقونا سنبقى صامدين وقاعدين في هذه الأرض.